السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، اخوه الكرام، ما زلنا بفضل الله ورحمته ومنه وكرمه علينا مع كتاب الفقه مع المهذب. وقلنا فقه من اشرف العلوم بعد علوم العقائد، فالمحدثون كثرة في الأمة والفقهاء قلة، وهذه من فضل الله على الأمة، بأن الله جل وعلا قد اصطنع للأمة الفقهاء الذين يرجع إليهم في المتنازع فيه. فقد قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. هذا تدليل واضح جدا على فضل العلماء الفقهاء. وما زلنا مع الصوم بفضل الله جل وعلا، فتحنا الاسبوع الماضي، نكمل ان شاء الله مسائله والكلام على شروط الوجوب، وبعدها نتكلم على المعاملات المعاصره في كتاب المعايير. نسال الله ان ينسي لنا اتمامه، ونسال الله جل وعلا ان يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس، ونسال الله في عليائه أن يشكر ذات الأمور الذي يسر لنا هذه المدارس، وأن يهمنا وإياهم بالإخلاص، فإن الله لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. يعني قبل أن نبدأ، ماذا تعرف أصلا في مسألة مبيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرف؟ طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار مثنى مثنى، ماذا تعرف عن هذا الحديث كإسناد ومتن وفقه وكلام العلماء عليه؟ ايش الكلام اللي فيها بقى؟ سيبكم، قلتم بقى، قلتم دي انت ما كنتش موجود عشان تعرف قلتم ولا ما قلتم. ايش اللي خلاك تتغير؟ انت خلاص بقى واخد على التقاعس الان ولا ايش؟ يعني بقى دأبك التقاعس مش هينفع. هل يصح قضاء الوتر ام لا؟ والادله على ذلك كلام اهل العلم فيه. كنت موجود يا محمد باشمهندس؟ كنت موجود من اثنين صح؟ اتفضل. ليش لا تعلم؟ جيد انك لا تعلم وتقول انك لا تعلم، لكن ليش لا تعلم؟ ايش اللي شغلك بقى عن طلب العلم؟ طب كنت راح الاردن او راح مش عارف سوريا بتسافر ولك ما يعني مشغوليات وتشتري اغراض لذلك تأخرت. الآن أنت لا سفر ولا في شيء، صح؟ إيش ما أتيت؟ الباشمهندس أمجد عنده اجتماع في العمل، ترك الاجتماع وجاء، ربنا يستر ما يرفضوش. ينفع يا باشمهندس هذا السؤال؟ ليش تتغير بهذه الطريقة؟ حصل ان انت اكلت كتير فما استطعتش تتحرك؟ امال ايش بيحصل؟ ايش؟ طلعت عليك نومة؟ وانت بتنام من المغرب العشاء يعني؟ مش انت عارف ان في نهي عن من النوم من المغرب العشاء؟ نمت وانت قاعد؟ وتمشي وانت قاعد برضه؟ ماشي، ليس في النوم تفريط، إذا لا نستطيع أن نعاتبك.
لكن أنا يهيئ لي أن ده صار دأبا لك، فسنراقب الموقف. ماشي ما في مشكلة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما المسافر فإنه إن كان سفره دون أربعة برد لم يجز له أن يفطر، لأنه إسقاط فرض للسفر، فلا يجوز فيما دون أربعة برد كالقصر. وإن كان سفره بمعصية لم يجوز له أن يفطر، لأن ذلك إعانة على المعصية. وإن كان سفره أربعة برد في غير معصية فله أن يصوم وله أن يفطر، لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن حمدة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله، أصوم في السفر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فإن كان ممن لا يجهده الصوم في السفر فالأفضل أن يصوم، لما روى عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال للصائم في السفر. إذن هو تكلم عن مسألتين الآن: مسألة الصوم في السفر ومسألة الأفضلية، أيهما أفضل؟ بعدما بين جواز الصوم في السفر قال انتقل إلى الأفضلية، هل الأفضل الفطر أم الأفضل الصوم؟ قال للصائم في السفر: إن أفطرت فرخصة وإن صمت فهو أفضل. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: الصوم أحب إلي، ولأنه إذا أفطر عرض الصوم للنسيان وحوادث الزمان، فكان الصوم أفضل. وإن كان يجهد الصوم فالأفضل أن يفطر، لما روى جابر رضي الله تعالى عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر برجل تحت شجرة يرش عليه الماء، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: صائم يا رسول الله. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. فإن صام المسافر ثم أراد أن يفطر لأن العذر قائم فجاز له أن يفطر، كما لو صام المريض ثم أراد أن يفطر. ويحتمل عندي أنه لا يجوز له أن يفطر في ذلك اليوم، لأنه دخل في الصلاة بنية الإتمام ثم أراد أن يقصر. ومن أصبح في الحضر صائما ثم سافر لم يجوز له أن يفطر في ذلك اليوم. وقال المزني: له أن يفطر كما لو أصبح الصحيح صائما ثم مرض فله أن يفطر. والمذهب الأول يعني فرو المرض يبيح له الفطر، ويقول المعتمد طبعا خلاف. والدليل عليه أنه عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا بدأ بها في الحضر ثم سافر لم يثبت له رخصة في السفر، كما لو دخل الصلاة في الحضر ثم سافر في أثنائها ويخالف المريض فإن ذلك مضطر إلى الإفطار والمسافر مختار. فإن قدم المسافر وهو مفطر أو برأ المريض وهو مفطر استحب لهما إمساك بقية النهار لحرمة الوقت، ولا يجب ذلك لأنهما أفطرا بعذر، ولا يأكلان عند من لا يعرف عذرهما لخوف التهمة والعقوبة. وإن قدم المسافر وهو صائم أو برأ المريض وهو صائم فهل لهما أن يفطرا؟ فيه وجهان. قال أبو علي بن أبي هريرة: يجوز لهما الإفطار لأنه أبيح لهما الفطر من أول النهار ظاهرا وباطنا، فجاز لهما الإفطار في بقية النهار كما لو دام السفر والمرض. قال أبو إسحاق: لا يجوز لهم الإفطار لأنه زال سبب الرخصة قبل الترخص، فلم يجوز الترخص، كما لو قدم المسافر وهو في الصلاة فإنه لا يجوز له القصر. فإن خافت الحامل والمرضع على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء دون الكفارة، لأنهما أفطرتا للخوف على أنفسهما فوجب عليهما القضاء دون الكفارة كالمريض. وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء بدلا عن الصوم، وفي الكفارة ثلاثة أوجه. جزاكم الله خير. الكلام هنا ما زلنا مع شروط الوجوب في مسألة الصوم. قلنا من الشروط أيضا الإقامة، من الشروط شروط الوجوب الإقامة، ويترخص المرء في السفر. والكلام هنا على المسائل التي تتعلق بالصوم في السفر. الصوم في السفر جائز باتفاق، وبعضهم نقل الإجماع، وهذا الإجماع فيه نظر، لأنه قد ورد عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. والظاهرية أيضا يرون بوجوب الفطر في السفر والإثم على من صام في السفر. فمسألة نقل الإجماع والاتفاق هذا فيه نظر، لكن اتفاق الأئمة الأربعة بجواز الصوم في السفر هذا نعم نقول به، اتفق الأئمة الأربعة على ذلك. وأصل ذلك قول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة. العلماء يقولون فعدة هنا التقدير
يعني فأفطر فعدة من أيام أخر على أساس المشيئة، لأن السلام قال لحمزة بن عمرو بن حمزة أو حمزة بن عمرو الأسلمي قال له إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فخيره، فدل ذلك على جواز الصيام في السفر. هذا بالنسبة لمسألة الاتفاق، أنهم اتفقوا على جواز الصيام في السفر، والأدلة على ذلك كثيرة، منها أدلة في السنة كما قلنا حديث الحديث السابق قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وأيضا أولا إشعار من الآية، الثاني من السنة القولية والفعلية والتقريرية. السنة القولية عندما قال إن سلم لعمرو بن حمزة أو حمزة بن عمرو الأسلمي قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، وفي الإقرار حديث أنس بن مالك وغير وسعيد الخدري وغيرهما وغيرهما من الروايات التي جاءت الصحيحة في غير الصحيح، كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون في السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سلم يقررهم بذلك ولا ينكر عليه. أما ما قال سلم أولئك الأوصاف هذه حالة خاصة كما سنبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر وسافر معه الصحابة، وقال أبو سعيد وغيره قال كان منا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، بل لا يجد الصائم على المفطر فضلا، يعني لا يجد لنفسه فضلا على المفطر، فكلاهما قد عمل بما يرضي الله جل في علاه، فمن أفطر أفطر وأخذ بالرخصة، فمن صام صام بالتشريع الأصيل. فالغرض المقصود قال لا يعيب منا الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم إقرار للصحابة الكرام. وأما بالنسبة للسنة الفعلية فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، لأنه لما بعث إليه بشراب بعد العصر في قراء الغميم فإن سلم أفطر أمام الناس وكان صائما قبل ذلك. وأيضا في الرواية الصحيح من شدة الحر كان أحدهم يضع الماء على رأسي ويضع الثوب على رأسي، قال وما منا من صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة، فكان صائما. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم صام وأقر بالصوم، وأيضا قال قولا بالصوم، فهذا دل دلالة واضحة جدا على جواز الصيام في السفر. وأما الظاهرية وكما قلنا عبد الرحمن عوف يرى بأنه لا يصح الصوم في السفر، وأيضا نقل عن أبي هريرة في ذلك فقالوا ببطلان صيام من صام بالسفر ويأثم على ذلك ولا أجر له، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة صراحة. من هذه الأدلة أول الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا يظلل عليه قال ما به ما باله، فقالوا صائم يا رسول الله، هو صائم يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. قالوا الدلالة على ذلك واضحة جدا، إذا إن لم يكن من البر الصيام في السفر فمن الإثم الصيام في السفر، فهذه فيها دلالة أنه يأثم. وأيضا يستدلون على أن هذا الصوم يبطل صيام من صام في ذلك عليه القضاء مع الإثم، لأنه لأن مقتضى النهي يقتضي الفساد، مقتضى النهي يقتضي الفساد، فقال صائم أو قالوا صائم، فقال الإنسان ليس من البر الصيام في السفر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه أن على الفطر فأفطروا جميعا إلا بعض الصحابة فلم يفطر، فقالوا له يا رسول الله هناك أناس على صوم هم صائمون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة، قال هذا التصريح بأنهم عصاة أنهم لم يأتموا أمر سلم على الفطر وبقوا على الصيام. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال رواية أنس وغير أنس أنه قال لما وصف لنا أنهم سافروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد الأمر بالصيام فقام المفطرون فأقاموا الخيام وأقاموا ما يحتاج إليه الصائم وغير الصائم، فقال أن السلام مجتهدا بذلك ذهب المفطرون اليوم بالأجر، قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وجه الدلالة عندهم من هذا الحديث ذهب المفطرون اليوم بالأجر، إذا أخذوا كل الأجر فلا أجر يبقى للصائم، فالأجر كله للمفطر لا للصائم، لأن الصائم فقال فيه نسلم أولئك العصاة فهو عاص فلا أجر له، هذا وجه الدلالة عندهم. وقالوا أيضا هذه رخصة لا يصح الإنسان أن يردها، كما قال سلم أن صدق صدق الله بها عليكم فاقبلوها فاقبلوها أمر من الله جل في علاه. هذا بالنسبة للأدلة تستدل بها من قال بأنه يجب الفطر في الصوم. وأيضا استدل بعض حديث الروايات الضعيفة، هذه الروايات كلها صحيحة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الصلاة عن المسافر وعن الحامل والمرضع، وهذا حديث لا يصح بحال. فالغرض المقصود هذه أدلة كثيرة استدل بها على وجوب الصيام في السفر وعدم الرخصة وجوب الفطر في السفر وعدم الرخصة بالصيام.
الحق أن قول الجماهير من الأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة من السلف والخلف هو الأحق وهو الأسد وهو الأقرب للسنة وهم أسعد الناس بالدليل، وأنه يجوز نصا بالصيام في السفر لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام، والأصل عدم التخصيص، بل صام وصام معه عبد الله بن رواحة، وهذه دلالة على تأكيد على عدم التخصيص، صام وصام معه الصحابة، وأنا تقول ما عاب منا الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فإذا الصيام في السفر جائز، وهذا دلالة واضحة جدا حتى الآية تشعر بذلك، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا بالنسبة للكلام على الصيام في السفر. أما الأدلة على جواز الصيام في السفر، أما الأدلة التي استدل بها الظاهرية وأيضا بعض العلماء الذين أخذوا بالكلام عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، فنقول أول الأدلة التي استدل بها ليس من البر الصيام في السفر، هذه وقعة عين لا تعمم، وقاع الأحوال عند علمائنا في الأصول يقولون وقاع الأحوال لا تعمم يقاس عليها مثلها. النبي صلى الله عليه وسلم صام عبد الله بن رواحة، والمشقة كانت على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال منا من يضع الماء على رأسه منا من يضع الثوب على رأسه، المشقة عندهم متلحقه، ومع ذلك صام رسول الله وصام عبد الله بن رواحة. فنرى أن السلام صام ثم لما نظر وأقر عبد الله بن رواحة في الصوم ثم قال في الرجل ليس من البر الصيام في السفر، نرى أن هذه المسألة يعني هذه المسألة تخالف أصول ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. أما أصول ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على صيام يصوم في السفر، وأصول أيضا ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يصومون في السفر وأن سلم يقره. فإذا ننظر إلى هذه الحالة التي نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس من البر الصيام في السفر، وجد رجلا يعني كأنه في الأرض ممددا ويظللون عليه ويرشون عليه الماء في بعض الروايات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما به ما له، الرجل شرف على الهلاك ما به ما له، قال صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في هذه الحالة في السفر، إن كان السفر أصالة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، ففيه مشقة، ومن المشقة أن الرجل لم يحتمل وظلل عليه ورش عليه الماء من شدة المشقة التي تلحق في هذا الصوم، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ قال رسول الله ليس من البر الصيام في السفر. يبقى إذن الصيام في السفر ليس من البر، لما؟ لأن الرجل شارف على الهلاك والمشقة تجلب التأثير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن رحابة هذا الدين بأنه لم يجعل عينه في الدين من حرج، فإذا هذه وقعة حال لا تعمم، ووقائع الأحوال عند علمائنا من أهل الأصول وقائع الأحوال لا تعمم، فإذا تقاس عليها مثلها، فمن ورد في نفسه المشقة ولم يحتمل الصوم في السفر هذا نقول له يجب عليك الفطر، نقول يجب عليك الفطر لأنك أمرت أمرا آخر، أمرك الله أمرا آخر قال فيه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فإذا من وجهين يجب الفطر في هذا الباب. وأما بالنسبة ما استدل به في الأدلة الأخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون بالأجر، نحن نقر بهذا الحديث نعم، لكنهم كيف استدلوا أشعرهم؟ تستروح تاخذ نفس يعني ماشي اطل كيف ما شئت حتى تصل لما نريد. المعنى انهم لما ذهبوا بكل الاجر اذا لا اجر لغيرهم، فالاجر للمفطرين، قال ذهب المفطرون اليوم بالاجر بكل الاجر، اذا لما ذهبوا بكل الاجر فلا اجر للصائم. قلنا لهم هذا خطأ بين في الفهم، بل هم لما قال انسلم ذهب المفطرون في الاجر سكت عن الصوام، فلما تأتون بحكم لم يذكره سلم المصرح به. الحديث ساكت عن الصيام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر العظيم، بغالب الأجر، بمعظم الأجر، لكن لم ينفي أن يكون لأهل الصوم الأجر، فلا دلالة لكم في هذا الحديث. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، قلنا أيضا هذا خرج مخرج العام الذي يراد به الخصوص، يعني هذه وقعة حال لا تعم، هذا عام يراد به الخصوص. قالوا كيف؟ قلنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل بلغ إلى قراء الغميم أمر الناس بالفطر، وقال أنتم غدا تلقون عدوكم فيكون أقوى لكم الفطر، فأمرهم بالفطر لعلة مهمة جدا هي التقوية والقوة حتى مجابهة العدو، لأن في الجهاد الأفضل الفطر حتى يستطيع أن يرد
الكافرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم تلقون عدوكم غدا، تجابهون تقابلون عدوكم غدا، وهذا أقوى لكم، الزبد أقوى لكم. فبقي بعضهم على الصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حينئذ أولئك العصاة، لأنهم قد عصوا الله ورسوله، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم للتقوية حتى يستطيعوا مجابهة الكفار، لأن هذه هي المصلحة الأعظم، ولهم مندوحة بالقضاء بعد ذلك. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، هذا جاء بعد أمر النبي بالفطر، فما قال لهم أنتم العصاة من أجل الصائمين من الأول، وإلا فما قال لهم أنتم العصاة في أول الطريق وهم على الصوم. هو قال أنتم العصاة أولئك العصاة بعدما أمر بالفطر فلم يأتمروا. فإذا هنا الدليل الذي يستدلون به في قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، هذا خرج مخرج إيش؟ العام الذي يراد به الخصوص، لأنه قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر فأبوا على النبي صلى الله عليه وسلم أمره، فلذلك لما صاموا قال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أولئك العصاة أولئك العصاة. إذا ما من دليل يستدلون به ويسلم من المعارضة، والأدلة الأخرى أدلة سلمت من المعارضة بأن سلم صام وأقر بالصيام، وأيضا قد خير في الصوم والفطر عندما قال إن شئت أصوم وإن شئت فأفطر. إذا هذه دلالة واضحة جدا على أنه يجوز، كما قلنا نقل بعضهم الاتفاق للإجماع، وأنه إذا نقل الإجماع إجماع العلماء على جواز الصيام في السفر فإنه يطرح قول ابن حزم ويطرح قول الظاهرية، لا يعتمد قول الظاهرية في مسألة الإجماع. وإن قلنا بأنه قد ورد عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال بذلك، وقال بوجوب الفطر في السفر، لكن ابن عبد البر قال هذا قول مرضول مردود، هجر هذا القول ولم يعمل به، يعني يقول هذا القول هجره العلماء ولم يأخذوا به بحال، للأدلة الوافرة متوافرة متوافقة متضافرة بأن السلام صام وقال بالصوم وخير به وأيضا أقر بالصوم. فإذا ثبت هذا وقلنا بجواز الصوم في السفر، فأيهما أفضل، الصوم أم الفطر؟ في المذهب الصوم أفضل، في المذهب الصوم. وهناك وجه في المذهب قالوا نحن نقول إن لم يجهده الصوم فالصوم أفضل، إن لم يجهده الصوم فالصوم أفضل، ولكن المعتمد يقولون الصوم أفضل على الإطلاق، الصوم أفضل على الإطلاق. هناك وجه، وهذا الذي فيه نوع من الترجيح الصحيح، لأنهم قالوا إن لم يجهده الصوم فالصوم أفضل، وهذا قول المذهب وعليه جماهير أهل العلم. خالف بذلك الإمام أحمد وقال بل الفطر مطلقا أفضل، قال بل الفطر مطلقا أفضل. أما الذي ندين الله به واستعمال الأدلة هو القاعدة التي تؤسس لنا هذا الباب، أيسره أفضله. فإن كان من التيسير عليه الصوم إذا لم يجد مشقة في السفر فالصوم أفضل كما سنبين، وإن كان هناك بعض المشقة فالفطر أفضل كما سنبين. الأدلة، الذين قالوا من المذهب قالوا بالصوم أفضل لأن الإنسان قد صام وصام عبد الله بن رواحة، وأيضا لأن في الصوم سرعة براءة الذمة، والمرء يدفي نفسه الخفة والقوة عند الصوم لما يجد غيره على نفس الطاعة، فإنه يتقوى على مثل هذه الطاعة ولا يتقاعس، فهذه سرعة براءة الذمة أولى له. والقول والوجه الثاني في المذهب الذي يدين الله به أيسره أفضله إن لم يجهده الصوم فله الصوم، أدلة كثيرة جدا منها عمومات الأدلة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول الله جل وعلا يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا لابد أن تقول حيث ما كان اليسر فسمى شرع الله جل وعلا، ولذلك قال عمر بن عبد العزيز أيسره أفضله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فالأمر إليك في التيسير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالفطر كان قد شق عليهم أمر الصوم، ولما ورد أن الصوم قد شق على الرجل الذي ظلل عليه فقال ليس من البر الصيام في السفر. هذه بالنسبة للأدلة التي تكلموا فيها على مسألة أيسره أفضله، وإن كان هذا هو أعدل الأقوال لأنه الوسط، وإن لم يكن فقول أحمد هو الأقوى والأصح. قال أحمد والفطر مطلقا هو الأفضل، يستدل بعمومات الأدلة وخصوصيات الأدلة. أما عموم الأدلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يحب أن تؤتى رخصه، فهذا يحبه الله وما كان محبوبا لله جل وعلا فهو الأفضل وهو الأعظم أجرا. واستدل على ذلك أيضا بفطر النبي صلى الله عليه وسلم وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام بالفطر إعانة لهم على الطاعة، لا سيما وأنه قد قال في السفر قطعة من العذاب، قالوا إذا الفطر أفضل وأيسر. وأيضا قالوا
بالفطر بأن الفطر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية في مسلم لعمر بن حمزة بن عمرو الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تصريحا عندما قال يا رسول الله اجد بنفسي قوة أفأصوم في السفر، فقال له إن صمت فلا جناح عليك وإن أفطرت فهو أفضل، قال إن صمت فلا جناح عليك، فرفع الجناح بالصوم وجعل الفطر أفضل، وهذا تصريح تنصيص على أفضلية الصوم. لكن الذين يقولون بالوسطية أيسر وأفضله، نقول هذا من حال هذا الرجل علم أن السلام أنه في هذا السفر يكون الأيسر عليه الفطر، لذلك قال له فإن أفطرت فأفضل وإن صمت فلا جناح عليك. فقد استدلوا بهذه الأدلة الكثيرة على مسألة الصوم. أما الشافعية فقد استدلوا في مذهبهم أو المعتمد في مذهبهم بأدلة كلها، وهي في قول السلام والصوم أحب إلي والصوم أفضل، في بعض الروايات التي قال فيها الصوم بتفضيل الصوم ومن كان له يأوي إلى شبع فعليه بالصوم، حديث سلمة من محدق، وكلها أتنيت فيها كلام رواه البياقي في السنن الكبرى وأيضا في بعض كتب أهل الحديث. الصحيح أننا نقول الأصل عندهم في الصوم فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام، وصام عبد الله بن رواحة وغيره من الصحابة، وأيضا من النظر سرعة براءة الذمة. والقول الوسط هو أعدل الأقوال، لأننا نقول إن أجاد الصوم فالفطر له أفضل، وإن وجد التيسير فالصوم له أفضل لسرعة براءة الذمة، ويحملون كل الأدلة التي استدل بها الإمام أحمد الحنابلة على أن هذه الأدلة على من كان حاله في السفر أن الفطر أفضل له، فيقولون إذا نحن قلنا الأفضل له هو الأيسر له هو الأفضل له، يعني هم يحملون الأدلة التي جاءت بأن الإنسان قال فلا جناح عليك وقال له فإن صمت فأفضل، قالوا هذا لأن التيسير كان عليه أو إن أفطرت فأفضل، التيسير كان الفطر له في ذلك، لا سيما أنه لما قال أولئك الأوصاف وقال ليس من البر من الصيام من السفر، يدل على أن المرء عليه أن الفطر دون الصوم. فالغلط المقصود القول الوسط في هذا الباب هو أيسر أفضل، وتحمل الأدلة التي جاءت في الصوم على أن هذا هو الأيسر لبعض القوم، وتحمل الأدلة التي قال فيها في الفطر على أيضا أن الأفضل والأيسر للناس الفطر، لا سيما أن السلام كان قد أمر أبا هريرة بالوتر قبل النوم، وقد مدح عمر على أنه أخر وتره لآخر الليل، وقد قال بالأفضلية في آخر الليل، فقال العلماء تتنوع المسألة في الأفضلية على ما يكون أيسر للعبد المكلف في هذا. فلذلك نقول الأصل في هذا بأن الدين هذا الدين هو دين يسر، كما قال للسلام أن هذا دين متين فأغل فيه برس، ولابد للمرء أن يجلب من الأعمال ما يطيق، لأن الله لا يمل حتى تمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مفادها بأسرها حول قول الله جل في علاه يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إنما بعثتم ميسرين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الإطالة في الصلاة، ومع ذلك كان يقصر في الصلاة، لأن هذا هو الأيسر على الناس، وقال الضعيف هو أمير الركب، وقال لمعاذ رضي الله عنه وارضاه أفتان أنت يا معاذ لما قرأ بالبقرة وخرج الرجل وانفرد وصلى، فقال معاذ إنه منافق، قال والله لست بمنافق ولا أستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الصاحب قال ما رأيت صلى الله في معاذة مثل ما كان أشد غضبا في المعاذة لمعاذ عندما قال له أفتان أنت يا معاذ. هذا يؤصل لنا بأن الأصل في ديننا التيسير، فما كان أيسر على المرء فهو الأفضل، فإن كان في السفر الأيسر عليه الصوم فليصم وسوعة وراءة الذمة من أفضل الأعمال، وإن كان الأيسر الفطر فعليه الفطر. هذه مسألة إذا ثبت أن الصوم جائز في السفر فأيهما أفضل، فقد بينا التفصيل لذلك الباب. فرع المصنف على ذلك في مسألة الرجل الذي إذا صام في السفر أنشأ سفرا، وهو لما أنشأ سفر قلنا الرخصة تنادي عليه، قال الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالرخصة لك بالفطر في الصوم، فأخذ بالرخصة على أنه لا يصوم رمضان، لكنه صامه بنية أخرى، صامه بنية الكفارة أو النذر أو يوم آخر كان عليه من القضاء دون صوم رمضان. إذا قال أخذ بالرخصة فلا أصوم رمضان، فلا أنتوي أنه من رمضان، وانتوى أنه من لنذر أو لكفارة في غير رمضان، فقال ففي المذهب أنه بطل صومه، لا يصح لا لرمضان ولا لغير رمضان، لا يصح رمضان، وهذا معقول معلوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقال من لم يبيت النية نية الصوم من العيد فلا صيام له، فلما لم ينو الصوم من هذا اليوم في صيام هذا اليوم من رمضان لم يحسب له، وأما صيامه للكفارة لأنه قد أتى به على محل مجهول، فهذا ليس المحل لصيام النذر ولا الكفارة،
فالصوم وقته وقت مضيق لا موسع فلا يشاركه غيره، لذلك ما صح له ما نال إلا الجوع والعطش، ما صح له صوم عن رمضان ولا عن نذر ولا عن الكفارة، فعلى النذر لابد عليه أن يأتي صوم آخر والكفارة كذلك، وعليه قضاء هذا اليوم وآثم بما فعل ولو أفطر كان خيرا له. إذا انتوى غير رمضان في رمضان على أنه أخذ برخصة في السفر وأنه قال أقضي ما علي وأنا مسافر دون صوم رمضان ثم أقضي بعد ذلك، فهذا لا يصح الحال من الأحوال، لا هو عن رمضان في الطعام ولا هو عن الصوم الكفارة قد صح صوم. الفرق الثالث الذي انتقل عليه المصنف وهو الكلام على المقيم الذي أنشأ سفرا، فله أحوال، أنشأ سفرا بعد الفجر، أنشأ سفرا بعد قبل الفجر وسافر، فهل هذه الصور تختلف أم لا؟ العلماء يقولون زيد أراد الصوم أو كان مقيما ثم أراد الصوم، فهل له الفطر أم لا؟ يعني هل يجوز له الفطر أم لا؟ قال علماؤنا إن أصابه إن دخل عليه الشهر وهو مقيم على كونه مقيما وأراد السفر فله الرخصة، لأن الله تعالى قد رخص له ذلك في كتابه ولا دلالة على معارضة هذه الرخصة، قد قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ووجه الدلالة أن هذه الآية جاءت مطلقة، وما جاء مطلقا يبقى مطلقا ولا يقيد شيء إلا بمقيد ظاهر لنقول به. أما سعيد بن غفلة والمجلس قالوا لا يسافر إن دخل عليه الشهر مقيما فلا سفر له، وإن كان متحتى إن كان تحتم عليه السفر فيتحتم عليه ويلزمه الصوم للفطر. قالوا إذا أنشأ سفرا بعد دخول الشهر عليه مقيما لا يسافر، لأن ذمته قد انشغلت بصيام الشهر. من وين هذا؟ خلينا نشوف الإخوة اللي بتموت بقى. قالوا إن أنشأ سفرا مقيما فلا سفر له لأنه قد انشغلت ذمته بالسفر. من وين؟ من وين أتوا بهذا الاستنباط العالي الراقي؟ هذا متغير. وين وجه الدلالة؟ ممتاز. بعيد ليش؟ وين وجه الدلالة؟ أين هو من الآية؟ أين هو من الآية؟ طيب فين هو؟ هو وين من الآية؟ هو شاهد الشهر، هو قد شاهد الشهر، فإن شاهد الشهر فقد وقع تحت عموم الآية فمن شهد منكم الشهر فليصوم. أنت الآن إذا أردت أن تضع تحت الآية شاهد ولا ما شاهد، فمن شاهد منكم الشهر فليصوم، فليصومه وجوبا فليصوم. قالوا أيضا أنه هو ألزم وجوبا بالصوم لأنه قد شهد الشهر فلا سفر له. كلام له حظ من النظر. ما السنة في بيات الإنسان في ذي طور؟ أنا قلت لك أنت لن تفلح في طلب علم حتى تستمر بحال، خلي ما ينفعك الحب صدقني، شاطر طلب العلم بعد ذلك لن تستفيد إلا بمسائل متفرقة تجلس تناقش فيها صاحب الكيمياء أو صاحب الحديث تناقشهم فيها فقط، وهذا لا تفلح فيه. الاستمرارية في الطلب التي تأتي بطلب العلم تأتي بطلب العلم بثمارها. اتيني بالكلام على هذا. ما تعرف؟ ليش ما تعرف؟ كنت غائب. ليش كنت غائب؟ ايه؟ اختبارات؟ كنت في اختبار؟ كنت في اختبار؟ يعني ان اتيت بمقبول يبقى الحمد لله. لو كنت هنا ممكن تأتي ممتاز. مش هتأتي به. مش هتأتي به. قوله سلم من ادرك الصبح فلم يوتر فلا وتر له. ما معنى هذا الحديث؟ كيف؟ لا ودي ولا ايش؟ هات اقول اهل العلم في الحديث. انت متكاسل، متكاسل حقيقة.
إذن سويد بن غفل أمر معه وقالوا بأن قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال هذا قد شهد الشهر وقد أمره الله تعالى بالصيام فيلزمه الصيام وإن شغلت ذمته بالصيام فلا سفر له، وإن سافر فيلزمه الصوم في السفر. هذا قولهم، وهذا مخالف لما عليه أهل العلم وجماهير أهل العلم من السلف ومن الخلف بقول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا عام ويبقى العام على عموم. يعني معنى ذلك أنشأ السفر كان مقيما أو غير مقيم فله الفطر لأنه قال فعدة من أيام أخر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في العموم قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، لو كان هناك تفصيل لفصله النبي صلى الله عليه وسلم، ترك الاتصال بمقام الاحتمال ينزل ما أنزلت عموم من المقال. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالتخييد دل ذلك أنه أنشأ السفر دخل على الشهر أن يدخل فإنه له الفطر في السفر لأن هذه رخصة ورخصة عم كل أحد. فإذا هذا القول فيه من الضعف بمكان، فللمرء إن كان مقيما وأنشأ سفرا فعل السفر وكان على 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 الراحلة في سفر فله الفطر رخصة من الله جل وعلا. والنظر يعضد ذلك لأن الفطر في السفر تيسير، وقلنا أن القاعدة عند علمائنا اتفق العلماء بذلك دعك من التطبيق الفرعي في هذا الباب، لكن القاعدة الكلية حيثما كان التيسير فتم شرع الله جل في علاه، والتيسير هنا لأنه إن أنشأ سفرا وكان في السفر المشقة فالمشقة تجلب التيسير فلحقته المشقة فله الفطر في ذلك. وأخطأ المجلس وأخطأ أيضا صهيب بن غفلة فيما تبنوا جميعا هذا القول بأنه إن أنشأ سفرا بعد يعني إن دخل عليه الشهر مقيما ثم أنشأ سفرا يلزمه الجلوس المكر أو يلزمه الصوم مع السفر. ثم انتقل بعد ذلك المصنف أنه إذا كان مقيما ويعني فرع على هذا التأصيل بأنه يجوز له إن كان مقيما ودخل عليه الشهر فالتزم بأمر الله جل وعلا فليصوم فصام ثم أنشأ سفرا نوى السفر، فهل إذا أنشأ السفر له الفطر أم لا؟ قالوا نعم له الفطر برخصة الله جل وعلا. قالوا والصورة الثانية إذا أنشأ سفرا وانتوى السفر وانتوى الصوم في السفر، يعني هو بيت النية قبل الفجر في الصوم وأنشأ السفر وهو على سفر صار صائما فلحقته المشقة فهل له الفطر أم لا؟ يعني هذه الصورة تخالف الصورة الأولى. الصورة الأولى قالوا لا دخل عليه الشهر مقيما إذا سافر ولا ما سافر يلزمه الصوم، وهذا قول ضعيف. والمذهب أن له يأخذ بالرخص. هم قالوا هنا جزئية واحدة يوافقون فيه فيها سويد بن غفل، قالوا هو انتوى الصوم في السفر وأنشأ سفرا وهو على الراحلة كان صائما ثم لحقته المشقة في السفر، فهل عليه الإتمام أم له الرخصة والفطر؟ وجهان، الوجه الأول يلزمه الإتمام، يلزمه إتمام الصوم، وهذا مخرج على قول الله جل في علاه ولا تبطلوا عملا، لأنه لما انتوى الصيام في السفر وأنشأ سفر وكان صائما حالة كونه مسافرا فهو يدخل تحت عموم قول الله تعالى ولا تبطلوا أعملكم، فليس له أن يأخذ بالرخصة لأن الرخصة في من انتوى السفر وأنشأ سفر وانتوى الفطر بعد ذلك. لكن هذا قد انتوى السفر وانشغلت ذمته بالصوم الواجب وهو قد سار مسافرا فليس له الفطر لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. هذا الوجه الأول. هذا الوجه ضعيف جدا. الوجه الثاني في المذهب وهو الوجه المعتمد وهو الصحيح له الفطر لأنه على حالة كونه مسافرا قد نزل تحت عموم الآية، وإذا جاء نهر الله بطر نهر معقل ولا تضرب آيات الله بعضها ببعض، قال الله جل في علاه فمن كان مريضا أو على سفر سواء انتوى أو لم ينتوى الآية عامة فتنزل على العموم، قال أو على سفر فأفطر فعدته يعني التقدير فأفطر فعدته من أيام أخرى، قال فعدته من أيام أخرى. أما في قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم هذه عامة يراد بها الخصوص، وإلا ففي هذا الباب قد جاءت الرخصة والرخصة تقدم على أي الأمر. يقول الله جل في علاه ولا تبطلوا أعمالكم لا تنزل في هذا الباب في باب الصوم الذي أنشأه الذي رخص الله جل وعلا للمرء المكلف أن يأخذ بهذه الرخصة، وإن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائم. فيقول الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم أيضا قالوا في الفريضة وليس في النفل التي لا رخصة فيها، وهذه الفريضة قد جاءت فيها الرخصة فيؤخذ بالرخصة بالفطر في الصوم. إذا قولنا بأنه لو أنشأ سفرا وكان قد انتوى الصوم قبل السفر وكان صائما مسافرا ثم لحقته المشقة فإننا نقول ترخص برخصة الله جل في علاه، قد قال علماؤنا المشقة تجلب التيسير لأن الله قد قال لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
وقال الله تعالى يريد بكم العسر ولا يريد بكم العسر. ثم انتقل المصنف الى فرع اخر ومسألة اخرى من هذه المسائل، وهي ان اصبح صائما في الحضر ثم انشأ سفر. عندنا في السفر مسائل ثلاثة، في المسألة التي قد شهد الشهر مقيما ثم سافر، تعلقت بها مسألة الصيام والفطر، وتعلق بها انه انتوى الصيام وانشأ السفر صائما ثم لحقته المشقة فرض الفطر. المسألة المتممة لهذا الباب وهو انه انشأ الصوم حضرا مقيما، فانتوى الصوم وكان مقيما ثم في وسط النهار اراد السفر فسافر، فهل له الفطر ام لا؟ هذه المسألة التي هي اصبح صائما في الحضر ثم انشأ سفرا، فهل له الفطر ام لا؟ المعتمد في المذهب انه يلزمه البقاء على الصيام، يلزمه البقاء على الصيام وليس له الفطر، ليس له الترخص بالفطر. وهؤلاء لهم ادلة مع انهم يقولون بقول الله تعالى فمن كان مريضا او على سفر، وهو على سفر، قالوا لا، تعارض عندنا الان حاضر ومبيح فنقدم الحاضر على المبيح. والعجيب من اهل من 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 الشافعية انهم اخذوا اصلا الصلاة وقاصوا عليها الصيام، مع ان الصيام يفارق الصلاة في اكثر من وجه، فالالحاق هنا الحاق فيه فوارق، فالقياس يكون مع الفارق والقدح في القياس اذا وجدت الفوارق. عامة هم قالوا عندنا اصل التقصير العام في القوة في مسألة انه لابد ان يصوم مسافرا ان انشأ الصوم حضرا مقيما، على انه تعارض حاضر مع مقيم، الحاضر مع مبيح، الحاضر هو ايش؟ ابراهيم عدم الحاضر هو ايش؟ الحاضر انه هو عندك، ها انه صام مقيما ولا رخصة للمقيم، صحيح؟ يبقى اذا في اول الامر نظروا لاول الفعل بانه حضر عليه الشرع الفطر في الإقامة، هل يصح لمؤمن أن يكون مقيما صائما يكون له الفطر يترخص؟ يقول أترخص بالفطر، ليس له ذلك لأنه شاهد الشرع عليه يعيش الصيام وإتمام الصيام. قالوا هذا حاضر، والمبيح اللي هي الرخص اللي هي قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، قالوا السفر مبيح. فإذا تعال قاعد عند العلماء إذا تعارض حاضر مع مبيح والحيطة والورع للعبادة قدموا الحاضر على المبيح، قالوا إذا لا فطر له لأن الحاضر يحضره، لأنه لا بد من الورع أن يتم هذا الصوم الذي أنشاه مقيما صائما. قالوا أيضا بالقياس على الصلاة لأنه متفق، قالوا نرد المختلف فيه إلى المتفق عليه، لو حضرته الصلاة مقيما ثم أنشأ سفرا لا يصليها إلا تماما. وقالوا في مسألة فرعية على هذه المسألة أنه لو كان مسافرا وكبر بنية التمام فيلزمه التمام لا القصر، وهذا أيضا رد على هذا المتفق عليه، ليس مختلف المتفق عليه، بل في هناك وادي في المذهب أنه لو، وبعض العلماء اختلفوا في هذه المسألة نقر فيها الاتفاق وليس فيها اتفاق. بعض العلماء من الظاهرية يقول حتى ولو كبر خلف الإمام الذي قصر الصلاة وله القصر وقد كبر منتوي الإتمام له القصر، لأنه يغلب ما قال المسلم أنه وضع شطر الصلاة عن المسافر. فالغرض المقصود هم يقولون نحن الآن نقيس على الصلاة، فيصح بذلك أن نقول ليس له القصر وليس له الفطر في السفر. والصحيح الراجح أنه أن المسافر وإن أنشأ صوما في الحضر فإنه على حالة كونه مسافرا ينزل تحت عموم قول الله جل في علاه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فمن أخرجه فليأتينا بالإخراج. أنتم تخرجون بالنظر، والنظر لا يقوى على ظاهر الآية، لأن الأصل عندنا والنص بأن الله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لا سيما أنه يعضد ذلك ما جاء عن النبي السلام، وهذا وجه عندنا المزني يرجح ذلك من الشافعية، لذلك نحن نقول ونؤوي إلى المزني فيما قال أن هذا هو الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة إلى مكة وقد أفطر بقراء الغميم، سافر من المدينة إلى مكة وهو قد أنشأ صوما حضرا مقيما في المدينة وأفطر مسافرا، لكنهم الحق يعني يراجعون مثل هذا الاستدلال، يقولون قراء الغميم على منزلة بين على بعد يومين بينها وبين إيش؟ وبين المدينة، يبقى إذا لما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في قراء الغميم كان إيه؟ كان مسافرا، والنداء انه يكون مقيما اولا فانشأ سفرا، فهو
انتوى صياما مقيما ثم انشأ كما كما يحدث ذلك. حتى تتصور المسألة, زيد الان في وسط النهار هو يريد ان يعتمر في رمضان, فحجز تذكرة الطائرة وتذكرة الطائرة الى المدينة او قل الى مكة او الى جدة في وسط النهار الساعة الثالثة من النهار. اذا هو صباحا سينتوي صوما ايش مقيما ويسافر الساعة الثالثة الى جدة. فهل له الفطر حالة كوني مسافرا ام لا؟ هذه هي صورة المسألة يتنازعون فيها. اما الشافعية وكثير من العلماء يقولون لا فطر له, عليه الزاما بالصيام بعموم لا تفطروا عملكم, وايضا انه انشأ الصوم مقيما فكان حاضرا وان كانت الرخصة له في السفر فالحاضر يقدم على المبيح فيلزمه الصوم. والصحيح الراجح انه له الفطر لعموم قول الله جل في علاه, فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدته من ايام اخرى. اذا لو سالت عن زيد, انت الان في السحاب الطائره في السماء, انت على ايش؟ انت على تنزل تحت الايه وتنزل تحت الايه, ينزل تحت الايه فمن كان منكم مريضا او على وهو على سفر. فلما نرد الايه, فلما ما الدليل على اننا نقول انه له الفطر؟ فالصحيح الراجح انه ولو انشا صوما مقيما فان له الفطر يترخص به, لان العله متواجده متمكنه, هو على سفر والحكم مترتب على السفر وهو على سفر, اذن له الفطر بذلك, وهذا الراجح الصحيح. فانه الصوم قبل التفرع على ذلك. اما المذهب المعتمد في المذهب انه يلزمه الصوم وليس له الفطر ولا الترخص تغريبا للحاضر على المبيح. قال ومثل هذه المساله ان انتوى الصوم قبل الفجر ثم انشأ سفرا وهو وسط النهار لم يزل ما تذكر, هل سافر بعد الفجر ام قبل الفجر؟ وايش البحث في هذا؟ لما يبحثون في الاسلام؟ قالوا زيد انتوى الصوم قبل الفجر وانشأ سفرا ثم وسط النهار لا يزل اصاما اسافر بعد الفجر ام قبل الفجر, ولما يبحثون في هذا؟ أنا كنا بننظر صبوق مقطوع في قربة مقطوعة لبان, ليه ما يبحثون في هذا؟ لا ده دي فهلوة, دي فهلوة أخوه. شوف هو فهم المسألة, إذا هي مترتبة على هذه المسألة لفضة فوق. نعم أحسن, لأنه لو سافر بعد الفجر إذا هو أنشأ صياما مقيما او انتوى صياما مقيما ثم انشأ بعده ايه سفر, فتأنت في النزاع الذي تكلمنا فيه انهم قالوا يلزمه الصوم لانه انتوى صوما مقيما ثم انشأ بعد ذلك سفرا فنغلب الحاضر, صحيح ولا لا؟ فهم يبحثون في هذا الباب. قالوا لو سافر بعد الفجر اذا نزل في الحاضر والمبيح, لو سافر قبل الفجر اذا لم ينزل فهو ما انشأ صوما الا مسافرا فله الرخصة. قالوا لكن التبس علينا الامر, واذا التبس علينا الامر فإن الأصل في العبادة الحيطة, ونتورع ونقول اليقين يقطع الشك. اليقين لا يزول بإيش؟ بشك. هو شك أيغلب الحاضر المبيح أم لا؟ قلنا اليقين غلب الحاضر المبيح. إذا أنت قد أنشأت السفر بعدما انتويت صياما إيش؟ مقيما, فلا فطر لك. يبقى الحق الشك بإيش؟ باليقين لقطع وحسن المادة. إذا الأصل في العبادة الحيطة. بعد ذلك انتقل المصنف إلى الكلام على صوم الحامل والمرضع, لكن هناك فرع أخير في هذا الباب, وهو إذا كان صائما, إذا كان مسافرا وأخذ بالرخصة ثم قدم إلى بلده إلى موطنه فصار مقيما في وسط النهار. زيد سافر في رمضان إلى العمرة في أول رمضان ثم رجع من العمرة وترخص برخصة الله جل وعلا, فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى, يعني فأفطر فقد أفطر وله عدة من أيام أخرى. فصادف أنه لما جاء وسط النهار فهل يلزمه الامساك ام لا يلزمه الامساك؟ في المذهب المعتمد في المذهب يستحب له الامساك. قلنا لما يستحب؟ قالوا حرمة للشهر, وايضا دفعا لايش؟ دفعا للتهمة, لان الناس لو رأوه يتهم في عرضه, فاولى له حفاظا على عرضه ان يمسك, وايضا لحرمة شهر رمضان ويوم الصوم فيمسك ان جاء نهارا فلا يأكل ولا يشرب. وايضا قالوا على الحائض انها اذا طهرت وسط النهار معناها غير ملزمة بالصوم, لكنها لو طهرت وسط النهار ايضا يستحب لها الامساك, واستدلوا على ذلك بالنظر. قالوا لانه في اول يوم غير مكلف او غير مخاطب, الحائض غير مخاطبه في صيام هذا اليوم, اذا لا يلزمها امساك بقيه اليوم. واما المسافر فقد ابيح له الفطر
فيلزم والصوم لا يتبعض. قالوا الذي أثر من أول النهار أخذ برخصة الله جل في علاه فقد أبيح له الفطر. سبب الإباحة موجود فقد أبيح له الفطر وانقطع سبب الإباحة سبب الرخصة وسط النهار والصوم لا يتبعض. هم يقولون إذا انقطع سبب الرخصة إيش انقطع سبب الرخصة؟ الإقامة، لأن السفر هو الرخصة، فهو صار مقيما الآن انقطع سبب الرخصة، فهل نقول له صم؟ يلزمنا أن نقول له صم وأمسك، لأن العلة يدور مع الحكم حيث دار وجودا وعدم. قلنا الرخصة في السفر، انقطع السفر فلا رخص، إذن يبقى ويلزم الصوم. لكننا نقول هو لم يأتي بمحل أو ليس له وقت يأتي فيه بالصوم كاملا، لأن الصوم باتفاق العلماء لا يتبعض، إذن لا يلزمه الصوم. وقلنا يستحب دفعا للتهمة وحرمة اليوم فقط في ذلك. الأحناف خالفوا وقالوا بوجوب الإمساك، يعني لو سافر وأخذ بالرخصة فأفطر ثم جاء وسط النهار فلا يجوز له الطعام ولا الشراب، فإن أكل أو شرب مع أنه قد أبيح له في أول النهار ففي وسط النهار احتاج للطعام أو للشراب فإنه قالوا لا يجب عليه الإمساك، فإن لم يمسك يعطي بذلك، يأثم إذا أكل أو شرب أنه يأثم بذلك. وجهة النظر عند الأحناف إيش؟ ما الذي يمكن أن يستدل به الأحناف على أن المسافر إذا أخذ بالرخصة ثم صار مقيما يلزمه الصيام ولو بقي ساعة واحدة في النهار؟ في وجهة النظر هات عمود هات مش أنت بتقرأ هات ما هو حتى دور ممكن تجدها موجود هو مش تجد الأدلة مش الدليل إذا كان أنت هكذا تاخد سطر وتمشي على سطر فاهم حضرتك والحمد لله يعني مش فالح في طلب العلم يعني أنت أصلا من الأنصاف هتكون من الأنصاف من الأنصاف طلب تاني إلا أن يشاء ربي شأنه وسع ربه شأنه. أما بقى الذي يدعي أنه محدث في العصر وهو يعني عنده غباء مركب حتى في الفقه وفي الحديث أين هو ما أدري، والثاني بتاع الكيمياء اللي قال لك أنه أصبح من علماء الأصول وأنت أدخلت في رأسي أن يتعلم الأصول وهو فاهم أصلا في الفروع عشان يتعلم الأصول فجاء يتعلم الأصول إيش هو أصلا لم يفقه شيئا لا في العقيدة ولا في الفقه ولا في ما فيش عنده شيء غير أنه بيضحك على هذا الرجل بيضحك عليه لما نقل عن المحلة وغير المحلة في أول الأمر اصبر يا بارك اصبر شوفوا الإخوة الأحناف يقولون إذا جاء وسط النهار وإن كان صائما وقد أخذ بالرخصة المبيحة له للفطر فيلزمه ويجب عليه الإمساك من وين يأتون بها؟ اخترعون؟ لا يا جاي لك سأتيك أنت وهو لا لا نعجل بك أنت الأول العمامة صغيرة فعشان كده جيدة لا لا القاعدة دي خليها عند حضرتك في رأسك لما القواعد ليست أدلة قواعد تستأنس بها لا تستدل بها هات بركة انت ابعدت النجح اتمنى من الحج في هذا لا لا هات عبد الهادي اين اخوك صاحب المال اللي هيموت الدرهم دينار نعم طيب اتفضل ممتازين الحمد لله ان رمضان ولا دي طور في علم هؤلاء طور في علم هم يصومون رمضان هات اسد المغوار يا فارس الميدان مش عارف انا هيشف انت لبان ماذا تقول في هذا السؤال الان جماهير اهل العلم يقولون او المذهب يقول صام زيد وسافر فاخذ بالرخصه ما هي الرخصه الفطر بدليل فمن كان منكم مريضا او على سفر فات لكنه وصل وسط النهار وصل وسط النهار هل له ان ياكل ويشرب شعر بالجوع بالعطش له ان يشرب ولا ايوه ايه يا انت بتختار ياكل ويشرب ايش الدليل يا ولد طب الاحناف الان واحد حنفي قام لك فقال اخطأت فوجب عليه الصوم والامساك هو في يوم في يوم رمضان فقلنا قبل ان تناقشه ما دليل الذي خالفك ايش بقى الدليل هذا هو السؤال يا حبيبي يا سلام يا سلام انت
هو ده افضل زي دي هي ده شغلنا احنا بقى سامحونا دفعا بالصدر احنا هو ده اللي فرحين فيه لما ما نعرفش شيء نجهل اللي قدامنا ده طبعنا طبع المصريين يعني طبعا ما عندناش يعني ده خلاص عايزين ننتصر لانفسنا فاللي امامنا اعتنى بشيء مش عارفين نعمل معاه حاجه نجهله يا راجل انت فاهم حاجه امشي توكل على الله هو بيقول للاحناف لا دليل له تفضل يا تفضل وبعدين طب ما هو ابيح الاصل انا ابيح له يعني انت تقارب تتناوش من قريب نعم يا حرمة الشرب بس وين ادري عنه لا قريبة عندك لا جيت تعال بقى ابو عمام انت اخطأ تعال ابو عمام الاخرى لا يا حبيبي شكرا الله خير شوف طلب تعالي ما عملوا ايش عشان اهل الاصول ما تخلفناش خلينا متفقين مع بعض هو هذا فقط انت شفت البركه جت في البركه انت اخطات اولا هو هذا دليلهم في ذلك صيام عاشوراء يا حبيبي دليلهم في ذلك صيام عاشوراء لان النبي صلى الله عليه وسلم امر المؤذن ان يؤذن في الناس من كان صائما فايش فليتم صومه ومن كان قد اكل فليمسك بقيه يوم قالوا هذا دليل واضح جدا ايش انت فاهمه هذا انت رايح اذا الدليل الواضح لهم هو عاشوراء قياس على عاشوراء قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن صام فمن كان صائما في هذا اليوم فليتم صومه ومن كان قد افطر اطعم فليمسك بقيه يومه تبون وجه الدلال عندهم وكيف نرد عليه كمان ناتي بالدليل وما فيش هات وجه الدلال طيب يعني ايش فليمسك قالوا اذا من كان مفطرا هنا فايش فليمسك لحرمه اليوم لانهم قالوا ان حرمه يوم عاشوراء لانهم يعتقدون بايش بوجوب صيام عاشوراء وانا نسخ برمضان فقالوا اذا لحرمه اليوم امرهم بايش بالامساك كيف يخرج من قال باتمام الطعام ها لا ما يرد عليه مثل هذا ابدا ممتاز قريب جدا من الإجابة لكن ليست الإجابة لكن ممتاز جدا خلينا أبو عمامة كيف تنتصر لمذهبك عمن خالف ها معي لا 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 طب هات ممتاز يبقى أنت كده الآن بتمشي سير طلبة العلم الصحيح انك تريد تقول بانهم لما الزموه بالصوم وبالامساك قياسا فتاتي الى القياس الذي تمسكوا به فتبطله هذا هو هذا نظر طالب العلم الصحيح انما الهيجان اللي بيحصل مع الاخوه خطا فاحش خطا ممتاز لفوت تفوت هذا هو نقول لا ما نحن فيه يفارق ما انتم فيه فالقياس هنا قياس مع الفارق وهذا قادح من قادح القياس قالوا كيف قلنا في عاشوراء كان يحملهم الطعام على ايه الجهل بالحكم الجهل بالحكم وهنا السبب للفطر هو ايه الرخص تمسك بالرخص فافترق فلما افترق الحكم لهذا نرد عليه هم لما قالوا قياسا على عاشوراء قلنا عاشوراء الزمهم بالامساك للجهل باصل الحكم واما في الصيام في السفر فلهم الرخص فاخذوا بالرخص فكانوا مبيحا لهم فلما افترق في الحكم ويبقى لنا صحة القول بأنه إن كان مسافرا فأخذ بالرخصة وأفطر ورجع إلى بيته قبل غروب الشمس فله الطعام والشراب بل والجماع وهذه المسألة التي نتكلم عنها ختاما بأنه سافر زيد وأخذ بالرخصة وأفطر ولما جاء خمسة أيام ولما جاء في اليوم الخامس وهو قد أخذ بالرخصة فطرا كانت امرأته حائضا وكلمها بالتليفون فقالت أنا حائض ولم أصم وتبكي قال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم فدخل عليها فلما دخل عليها من فرحتها انقطع الدم ونزل القصة البيضاء هذه فرحة سعيدة بزوجها الذي تحبه فقالت طهرت فاغتسلت فإذا وافق شن طبقة وافقه فإيش فعانقه فرع من الصبر فعانقه فعانقته فهنا الآن هو في نهار رمضان
فأراد أن يأتي ما يأتي رجل من أهله يريد أن يقضي وطره، هل يجامعها أم لا؟ هذه مسألة مطروحة عند فقهائنا في هذا الباب الذي ترخص برخصة السفر الستر في الصوم في السفر، ثم رجع فوجد المرأة والحائض قد طهرت، فهل له أن يجامعها وقد اشتاق إليها والسوق والشوق يقطعه، فهل له أن يجامع أم لا؟ أما المذهب فقالوا له أن يجامع ويستحب ألا يفعل، يستحب ألا يفعل حتى لا يتهم أيضا لحرمة الشهر حرمة اليوم، لكن لو فعل لا شيء له، لأنه قد أفطر بإيش؟ برخص السبب المبيح له، وهي لم تكن مكلفة في هذا اليوم، إذن هي غير مخاطبة باليوم، وأيضا هو قد أفطر بالرخصة المبيحة له ذلك، فله أن يجامعه. خالف بذلك الأحناف وقالوا بعدم جواز ذلك، بل أصول المذهب أن عليه الكفارة، لو فعل ذلك فعليه الكفارة، أنهم يتبنون أنه يلزمه الإمساك، فإن جامع في نهار رمضان فقد انتهك الحرمة، فعليه الكفارة بصيام شهرين متتابعين. هذا الكلام من الضعف بمكان يتفرع عليه أيضا، لا هي طاهر وهو مسافر فأخذها فسافر معها، سافر معها في القطار، والقطار 10 ساعات، سافر من بعد الفجر او قول من قبل الفجر حتى لا نكون في خلاف المذهب، انشأ مقيما ولا ما انشأ مقيما، سافر انت والصوم وسافر قبل الفجر والقطار ياخذ 10 ساعات، فسافر في وسط النهار اشتاق اليه اشتاقت اليه فجامعها، فهل يصح هذا ام لا يصح؟ هل عليه الصيام عليه الكفاره ام لا؟ اما المذهب فقالوا يصح له المجامعه بشرط وقيد. ما هو الشرط والقيد؟ أن يبتدئ بالأكل قريب من الرجال، ألا يكون أنه سيكون، لا ليس هذا، صحيح ممتاز، خطة فوق ينتوي بالجماع الفطر، ينتوي أن يبقى الفطر بالجماع، هو الآن مسافر فله له الفطر ويفطر على إيش؟ على تمر، على اكل بس، على تمر، على ماء، على شرب، على جماع، مش هذه مادة الفطر؟ ايش مادة الفطر؟ كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخلط الارض من فطر الاسود من الفجر، وقول الله تعالى واحل لكم ليلة الصيام الرفث الى مفهوم المخالفة لا يحل لكم في نهار رمضان، لكن لما سافر اذا الرخصة موجودة، يبقى مادة الفطر عنده طعام شراب ايش؟ جماع، فينتوي في جماع الفطر مترخصا برخصة السفر، فيجوز له ذلك، وإلا يكون عليه كفارة. أما الحنابلة فقالوا مطلقا عليه أن يصوم شهرين متتابعين لا يجوز بحال من الأحوال، لأنه انتهك حرمة الشهر بجماع، وهذا خطأ بين هذا خطأ من لا سيما أن نقول المسافر له رخصة الفطر، ورجل قال أنا أنتوي الفطر بالجماع، ومادة الفطر إما طعام أو شراب أو إيش أو جماع، فانتوى الفطر، فإذا لو انتوى الفطر صح له ذلك ولا شيء عليه. ثم المسألة الثانية مسألة من أهمية بمكان أيضا، القدرة مع تنزل تحت القدرة في شروط الوجوب، ألا وهي صيام الحامل والمرضع، صيام الحامل والمرضع. أما بالنسبة للحامل والمرضع، إن أفطرتا خوفا على أنفسهما، يعني خافت على نفسها تضعف، وهي لما بالرضاعة يمكن كثير من النساء عند الرضاعة يشتد العطش عليها، ما تستطيع أن تحتمل، تريد ماء، نعم. هذه الصورة صورة إن كان صائما، وهذه صورة نعم صورة طرحها الفقهاء في هذا الباب، كان صائما وهو مسافر انتوى الصوم وأتم الصوم، وإحنا قلنا في المذهب أنه إن كان الأيسر عليه فهو الإيش الأفضل، فكان صائما ثم نزل بعد ذلك إلى الإقامة، حل ببلده ووطنه، هل له الفطر أم لا؟ وجهان وجه ضعيف جدا له الفطر، وهذا لا يصح بحال من الأحوال، والوجه المعتمد في المذهب ليس له الفطر بحال من الأحوال، لأننا قلنا القاعدة التي نجري عليها تغييب الحاضر على المبيح، وهي ممكنة هنا ليست ممكنة في الصورة العكسية، لو أنشأ صوما مقيما ثم سافر التمكين في الرخصة لا التمكين في الحاضر على المبيح، أما لو كان مسافرا فلم يأخذ بالرخصة وجاء مقيما فهل له أن يستدعي الرخصة؟ قلنا فات وقتها، فات عليك السبب المبيح ألا وهو إيش؟ السفر، لذلك قلبنا هنا الحاضر على المبيح، فإذا السبب المبيح فيه ضعف وهن، والسبب المقوي لإتمام الصوم موجود وهو الإقامة، فلذلك نقول لا يجوز له الفطر بحال من الأحوال، إن لم يترخص على تكوني مسافرا فلألا يترخص
حالة كوني مقيما ايش من باب اولى، لا يستطيع ان يستدعي الرخصة في هذا الباب. اقطع ذراعي لو في حد فهم صورة هذه المسألة، اللي فهم يرفع ايده. ما شاء الله كثير. طب نزله. اللي مش فاهم يرفع ايده. ثلاثة اربعة. طب والبقية يا جماعة انا خاف تأثمون والله في هذا. انت يعني ممكن ما هو الانسان يفهم مش فاهم. الساكت ده كذاب. كذاب لانه مش فاهم له حاجة. الان اللي فاهم يرفع ايده. الحمد لله. نزله دي. اللي مش فاهم يرفع ايده. افوش كفروا شوية عشان خاف من كذب. والبقية كذابين برضه. الله المستعان. الله المستعان. اقول يا جماعة الخير. عندنا صورتان عكسيتان. الصورة الاولى انشأ صوما مقيما. هو في دبي. حفظه الله. مقيم. يريد الصوم. فصام. انتوى. ثم انشأ ساعة 2 الظهر. انشأ سفرا. يبقى هو انتوى صياما ايش? مقيما. وانشأ سفرا. طيب. هنا الصورة يبحثون فيها. له ان يترخص ام لا. مفهوم? فالمذهب يقول لا ليس له الرخص. غلبنا الحاضر على المبيح. قلنا هنا المبيح اقوى من الحاضر. لان ظاهر القرآن مع الاباح للحاضر. والحاضر نظر عندكم. وقد قال فمن كان منكم مريضا او على وهو على سفر. فهمتم? ايه عكس المسألة? لا هو سفر وله الرخص بالفطر فلم يأخذ بالرخص. صار صائما. فحل الى وطنه وجلس. قبل غروب الشمس بساعات ثلاث. ولحقته بعد المشقة. هل له الفطر ام لا? ليش قالوا له الفطر ام لا? يعني هل له ان يستدعي الرخصة التي اباحت له من اول اليوم? لانهم يقولون نحن ننظر لاول التشريع. فاول اليوم. اول يوم ايش حاله? طب اول يوم حاله الرخصة. صحيح ولا لا? فيجعلون في الابتداء الاستدامة معه. على انه يغتفر الاستدامة لا يغتفر في ايش? في الابتداء. هذا ايضا تعضيدا لهم لما يقولون في النظر. فقالوا اذا نقول هنا نقول عندنا ايضا حاضر ومبيح. المبيح الايه? الرخصة بالسفر. ضعفت ولا ما ضعفت? ضعفت بايش? بالاقامة. ضعفت بالاقامة. صحيح ولا لا? ويبقى عندنا الحاضر. وهو ممكن لانه مقيم. ولا تبطلوا اعمالكم. فلا يجوز له الفطر. فهمتم الصورة العكسية? الحمد لله. اذا المسألة الاخيرة نختم بها الكلام على الصوم. صوم المرأة الحامل والمرأة المرضع. قلنا المرضع ممكن تجد المشقة في الرضاعة. في الرضاعة ريق المرأة تحتاج الى ماء. تحتاج الى ان تشرب الماء. فهي لها حالتان. والحامل ايضا ممكن الحمل يأخذ الدماء هذه. بيضعفها. الطعام الذي تأكله والشراب الذي تشربه يذهب شطره الى الطفل الجنين. فالعلماء قالوا لها صورتان. الصورة الاولى افترطا خوفا على انفسهما. افترطا خوفا على انفسهما. والصورة الثانية افترطا خوفا على الجنين او على الطفل الرضيع. ففي الحالة الاولى باتفاق المذهب والائمة الاربعة قالوا يجوز لها الفطر وعليها القضاء. هذا باتفاق. يجوز لها الفطر وعليها القضاء. واستدلوا على ذلك بعموم قول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وجه الدلالة ان الحامل تنزل منزلة المريض. الحامل فاذا الرخصة معه. فمن كان منكم مريضا بالحمل او مريضا بالرضاع. لا سيما ان العلة ممكنة. المريض يضعف والحامل تضعف. فاذا العلة ممكنة هنا. وايضا المرضع تضعف. فاذا هذه المسألة الضعف هذا يلحق بها المشقة الشديدة عند الصوم فترخصت بالفطر. وهذه من رحابة هذه الشريعة حيث ما كان التأثير فثم شرع الله. طيب. وهذا باتفاق ولا خلاف فيه ولا نزاع. اما الحالة الصورة الثانية انها افطرت من اجل ايش? الجنين. انها افطرت من اجل الجنين. هذه فيها معترك دامي صراحة. ما ادري اخدش في التفصيل ولا ما اخدش في التفصيل. لان انا شايف وجوه نيرة مشرقة. قد هضمت المهرج وجالس ورا فكر نفسه وعرف روحه هذا المهرج الذي لا يبقى لا في اصول ولا في فروع. فالغرض المقصود بان الصوره الثانيه افطرت من اجل الجنين او افطرت الحامل من اجل المرضع من اجل الطفل الرضيع. قال علماء هنا في المذهب فيها اقوال ثلاثه. القول الاول هو المعتمد في المذهب. إن أفطرت خوفا على الجنين قالوا فعليها القضاء والكفارة. هنا فيها إتعاب شوية حتى نصل إلى الأمر.
الحامل أفطرت من أجل حملها، والمرضع أفطرت لأنها عطشت من الرضاعة. فالشافعية يقولون عليها القضاء والكفارة. وش الدليل عندهم؟ دعك من هذه الوعكة. بات النبي بذي طوى، لما؟ وما استنبط العلماء من البيات هذا بإيش؟ مفيش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم الصبح فلم يوتر فلا وتر له. ما تفهم من هذا الحديث وقول العلماء فيه؟ تفضل. معلش إيه؟ وانت يا ابني اليوم اللي بتيجي فيه بتيجي عشان تسلم على الناس وتمشي؟ هو عامه انا ابشرك ببشاره الخير. قال ملك: ربنا فلان ما جاء الا الحاجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: هؤلاء القوم لا يشقى بهم. فدي بقى رحمه الله بك. اما انك تطلع طالب علم، لا، انت ان شاء الله تكتب تكتب باذن الله. اما عشان تطلع طالب علم هذه بعيده جدا، لا علم ولا كبير. أيهما أقوى على الأنف، النيتروجين ولا ثاني أكسيد الكربون؟ متعرفش حتى تخصصه، مش عارف. ما أنت بتاع إيه؟ بترول؟ ما أنت بتاع إيه؟ مش أنت في معمل؟ أقعد يا بقى ارحمه، أقعد أقعد ما أجاوب. مش سألك كمان أي سؤال، خليك زي ما أنت كده كده، انتهى الموضوع. إذن هم يقولون، هم يقولون يقولون وجهة النظر هنا لابد أن تنظر فيها، لأن وجهة نظر علمية معينة هم أعملوا فيها الدليلين، وعندهم نظائر من الشرع أعملوا فيها. قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى. قالوا: هي مريضة بالحمل وبالرضاعة، هي مريضة فعليها القضاء. طيب، قالوا: هي أيضا تنزل تحت قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قالوا: هي تنزل مدينة الشيخ، والشيخ هنا في قول في عموم قول الله جل في علاه: وعلى الذين يطيقونه، لانها تطيق الصوم لكنها افطرت من اجل غير الجنين. يبقى اذا الاطاقه موجوده، فاذا هي مخيره بين الصوم وبين الاطعام فعليها الاطعام. يبقى اذا الشطر الاول قالوا بالاطعام لانها تنزل تحت هذه الايه: على الذين يطيقونه، لانها ما افطرت لنفسها، اذا الطاقه عندها موجوده. فاذا الزمناها، اذا كانت الطاقه موجوده كما أن الشيخ الطاقة موجودة فهو مخير بأن يطعم أن يصوم. قالوا: إذن هي أيضا تطعم. وطبعا عضدوا هذا الفهم بما ورد بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه قال في هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه طعام فدية طعام مسكين. قال الشيخ والشيخة مخيران بين الصوم والفطر والإطعام، والحامل والمرضع إذا خافت على الجنين أو إذا خافت على الرضيع فقال عليها الإطعام. فإذا جمعوا بين الأمرين، فقالوا: نحن نرى شبها لها في المريض الذي يرجى برؤه، ونرى شبها لها في المريض الذي لا يرجى برؤه. فجمعنا لها بين الحكمين بالقضاء والكفارة. هل لها نظيف الشرح عشان تعرف كيف الفارق بين طلب العلم المستمر الذي له ملكة الفقه، والمتقطع الذي لا يمكن أن تكتمل معه ملكة الفقه؟ ما في، حول على المهرج، ما تفش تحاول عليه. طب حاول على الذي تجل عن ذلك، ما هو لن يكون مهرجا الا ان يستمر. ما انت مهرج مثله اجل، ما ده تهريج. يعني انت اصلا لو تحترف العلم، مش المهرج ليش مهرج؟ لانه طارة يستقيم وطارة ايش. طيب احل على غيره. اما دي انا ممتاز، انا اشتاق الى ذلك. تفضل. هل لها نظير من الشرع؟ هذا أستاذ يا متخلف عن الأصول، والفقه رأسه وأصله الأصيل الأصول. هات خلاص معاك انتهى الموضوع عنده. ها، هل لا نظير من الشرع؟ هات انت اليوم موفق. خذ لا لا لا. من اللي لقنك؟ من اللي لقنك؟ قطرب الله، ما انت كده علنت الحرب على قطرب. طب اجب انت قطر وبتيه وما تلقنوش بقى لغايه ما كل سؤال هنبتدئ بك انت. انت بتناقش وياه. طب هات ناقشني انا. لا لا لا. ايه؟
العبد طبعا العبد هذه من ناحيه النظر، انا اريد من ناحيه الاثر. ممتاز، لانهم يقولون العبد له شبه بالبهيمه وله شبه بايش؟ بالادمين. ايهما اقرب نقربه؟ هذا المساله مساله الشبه، فلندخل بالنظر. اريد من الشر نظيرا له. اعمال الحكمين. السؤال سؤال حاضر يا فارس الميدان. الان هم قالوا فيها شبه من المريض الذي يرجى بره، فعملنا الحكم فعدته من ايام اخرى فعليها القضاء، وفيها شبه من المريض الذي لا يرجى بره الشيخ الكبير، فعملنا الحكم على انها عليها الايش؟ الاطعام. يبقى عليها القضاء والكفار، لها نظير من الشرع في اعمال الحكمين. ليش؟ فكر فكر. الفراش الوثير والحرير. نزلت ايدك تاني؟ الإشارة بالفراش الوثير مش عندك. شفت مش عندك؟ خليك في الفراش احسن. الفراش الوثير. ايوه شفت، الله موفق النهارده، عشان كده انا بحيل عليك. ايش بقى؟ لا خلاص، انا اتعاون معك على البر والتقوى. اما جاء عبد بن سمعة بوليد لوليدة وجاء بها، وكان الشبه لعتبة ابن ابي وقاص، فرآه سعد فقال يا رسول الله ابن اخي وعهده لي. طيب، فنظر السنة فوجد الشبه بمن؟ بعتبة. وعبد بن سمعة يقول هي وليدة ابي وعلى فراش. فقال انسلم ونظر وقال الولد للفراش. اعمل الحكم الاول بانه نسبه لايش؟ لجمع الولد للفراش. واعمل الحكم الثاني ثم قال لا واحتجب منه يا ايه؟ اعمل حكمين هو الان. مش فاهمين كمان. هو الان اعمل الحكم بانه الحقه بمن؟ بصاحب الفراش، الولد للفراش، انت ابن جمع. خلاص انتهى الموضوع. عبد بن جمع قال خذ اخاك. لا، وسودة اخت. وقال لها لا يا رب. اخت محرم اهو الان، صحيح ولا لا؟ قال لها لا يا راكي، احتجبي عنه. اعمل الحكم الثاني اللي هو ايه؟ شبه. لان هو لما راى ونظر وجد الشبه بمن؟ بعتبه ابن ابي وقاص. كان كلام سعد هو الصحيح بان عتبه زنى بها، وكانوا يسيبون النساء ليستفيدوا مالا، فوجد الشبه بعتبه فقال لا احتجبي عنه. لكن اعمل الشرع في الولد لايه؟ الفراش. فاعمل الحكمين ولهم نظير من الشرف، فلا يلامون على ذلك. يعني ما احد يشتد النكير على الشفعي، لكني اخرج عن المذهب الشافعي وادين الله بالقول الاخر، ولا اخرج انا ايضا اكون مع الشافعيه في الوجه الثالث، لانه وجوه اقوال ثلاثه. القول الثالث التفريق بين المرضع والحامل. الوجه الثالث التفريق بين المرضع والحامل، وهذا قول المالكيه، التفريق بين المرضع والحامل. يقولون انا لا اذكر الان، هم يقولون عن الحامل، قالوا الحامل، قالوا الحامل لها الفطر والقضاء، واما المرضع لها الفطر والقضاء وعليها ايش؟ الكفار. ايش وجهه النظر في التفريق بين الحامل والمرضع؟ قالوا لان الغالب في الحامل انها ما افطرت الا لنفسها. غالب الاحوال في الحامل انها ما افطرت الا لنفسها، وغالب الحال في المرضع انها ما افطرت الا لوليدها، لانه يحتاج لايش؟ لبن، واللبن هذا يضعف، فإذا هي خافت عليه هو. ولذلك أنا أتتني رسالة حتى صباحا أخ يقول في ولد صغير مات لأنه جف اللبن في ثدي الأم ولم تجد طعاما تطعمه. ما أدري وين هذا، لكن أنا أسأل الله تعالى أن يرفع الغمة عن الأمة بأسرها. الغرض المقصود بأن الرضيع يحتاج إلى اللبن، فلما أفطرت أفطرت للرضيع، ما أفطرت لنفسها. لذلك قالوا نحن نفرق، نقول المرضع عليها القضاء وعليها إيش؟ الكفارة. نعمل فيها الحكمين، لأنها كالمريض، ولأنها أيضا تطيق الصوم، لكنها أفطرت من أجل إيش؟ من أجل اللبن للرضيع. هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا عليهما القضاء ولا كفارة على واحد منهم، وهذا الذي أدين الله به، وهذا اختيار المزني، وهذا هو الراجح الصحيح. لأن الله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخر. والحق كل الحق أنه لا يشابه إيش؟ المريض الذي لا يرجى برؤه، صحيح ولا لا؟ سيأتي يوم هي أصلا هترضعه، ترضعه حولين كاملين، وبعد الحولين لا رضاع. إذا يرجى بره ولا ما يرجى بره؟ يرجى الانتهاء منه ولا ما يرجى الانتهاء منه؟ حامل. والمرأة واللادة كل 9 أشهر تراها حاملة، عند 40
تصل إلى العيش أو 41 سنة 42 تصل إلى الانتهاء وإلى اليأس وانتهى الأمر فلا ترث. المهم هو يرجى برؤه ولا ما يرجى برؤه، يبقى إذا هي توضع في خانة إيش في خانة المريض الذي يرجى برؤه فعليها القضاء فقط. الأحناف وافقوا القول الثالث، الأحناف قالوا ليس عليها القضاء، وهذا قول أصحاب الرأي وهذا الذي أدين الله به، هو القول الثاني في المذهب، وهذا الذي نراه أقرب إلى الصواب وهو الأقرب إلى ظاهر القرآن. فقال الله جل في علاه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. خالف في ذلك المالكية، قالوا مثل الشافعية، لكنهم فرقوا في رواية، وافقوا الشافعية في معظم القول عليها القضاء والكفارة، لكنهم فرقوا، قالوا فرقوا بعكس ما قال الشافعية. الشافعية قالوا بأن المرضع هي التي عليها القضاء وعليها إيش الكفارة، هم قالوا لا، الحامل هي اللي فيها رواية أنها القضاء وعليها الكفارة، وهذا خطأ بين تقصير، خطأ بين تقصير الشافعية أفضل من هذا التقصير. وأما الحنابلة فقالوا مثل قول الشافعية، وهناك قول للظاهرية قالوا لا قضاء ولا شيء إلا الإطعام، هذا فرضها الصوم فقط، فرضها. وهؤلاء أسعد بالدليل من السابقين. ليش؟ لأنهم أسعد بالدليل الأثري على ما أخذوا، والعجيب أن هذا ما ثبت إلا عن صحابة، وظاهرية لا يرون بأن قول الصاحب حجة، لأنه ثبت عن ابن عباس وابن عمر أنهما قال على الحامل المرضع إذا خافت على أنفسهما أو على الطفل فعليهما الإطعام فقط دون إيش دون القضاء. واستدلوا على ذلك بحديث ضعيف لم يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع شطر الصلاة على المسافر ووضع عن الحامل الصوم. قالوا بعيدا لما يضع النبي صلى الله عليه وسلم عن الحامل والمرضع الصوم، أصل فرضها إيش المسيح أصل فرضها فضل أنت ما أنت تحت، وأنا أقول لك يا محدث كنت فين يا ابن حبيبي، جاي عشان تسلم على الناس برضو؟ أصل فرضها إيش انت عارف انا سميناك مسيح على اساس ايه؟ انك مسحت الاسانيد على زعمك، انت تزعم ذلك، انت كل ما تتكلم تقول انا محدث انا راجل، فاحنا قلنا الراجل مسح كل الاسانيد، لذلك لا يخفى عنه اسناد من الاسانيد بحال من الاحوال كذبا وزورا طبعا. لا تعرف يعني. قالوا اذا قلنا بهذا، اذا افترت عليهما القضاء فاصل الفرض عليهما الاطعام نفسه، أصل الفرض عليهما الإطعام لا الصوم. وهم أسعد الناس بقول ابن عباس وابن عمر، وقالوا لا مخالف لهم. العجيب أن الشافعية قالوا نعم لا مخالف لهم، فأخذنا بقولهم وأخذنا بظاهر القرآن أيضا فعملوا الحكمين. والصحيح الراجع يقول ابن عباس قال ذلك اجتهادا، وأيضا ابن عمر قال ذلك إيش اجتهادا، وليس هذا إجماعا، وخالف ظاهر القرآن. قال والله تعالى قال وما آتاكم الرسول لابن عباس بن عمر، ونأخذ ابن عباس عمر وابن عمر إلا أن خالف ظاهر القرآن، وقد خالف ظاهر القرآن، لأن ظاهر القرآن قال فعليهما إيش القضاء، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخر. فهنا وهما الآن أسقط فرضا قد فرضه الله، وأتي بفرض الاشتباه فيه قوي، وهو إيش الإطعام. أنت فاهم شو فاهم أنت الجزئية الأخيرة دي ليش جزئية فكرت في الزواج؟ الله يزوجك يا بس تفكر فيما أنت فيه الآن، والله يزوجك إن شاء الله، كن في طلب العلم أفضل لك. قلنا الآن هما خالفا بقولهما ظاهر القرآن، شرع فرض القرآن الصوم عليهما، وهما يقولان أصل الفرض عليهما إيش الإطعام، وقد خالفهم جمهور الصحابة على القول بنسخ الآية وعلى الذين يتقنونه، فمن شهد منكم شهر فليصم. والأمر الثاني أنهما ألزماها بالإطعام، ولا إطعام في القرآن، ولا إطعام في القرآن إلا على الشيخ خبير والشيخ الهرم. والصحيح أننا نقول بأن الحامل إذا قلنا بالمرض في الحمل فالمرض مرض يرجى برؤه، فالصحيح الراجح بأنها عليها القضاء ولا شيء عليها غير القضاء، وهذا قول عند الشافعية والقول الثالث من الأقوال الثلاثة. إن اشتد الأمر عليكم وأردتم الراحة